تتمنى تدرس في ذيك الفترة؟ والله الفترة هذه كان ربما الميل الأكبر هو محل الإعلام. أنا كنت في 87 88 حتى 89 كنت نشارك بزاف في بريد جريدة المساء. نبعت محمد مقدم الجزائر في بريد القراء، كانت عندي مساهمات يعني كبيرة. كانوا ينشروا لك المساء؟ كانوا ينشروا لي، كان كنت قريب من بريد القراء تاع المساء، متذكر كنت أنا نشارك فيه بزاف، وكانت ثاني واحدة ثانية تشارك، متذكر أمينة بوشرية هذه. كانت يعني الناس يعني البريد لما تقرأ المساء في يومين ثلاثة أيام تلقى محمد مقدم تلقى أمينة بوشرية، يعني شارك بشكل يعني بشكل مستمر، يعني ما نيأسش نبعث بالبريد ونضمن أنه بعد أسبوع 10 أيام 12 يوم يطلع المساهمة. خاصة كانت بريد القراء تاع المساء 88 ما كانش بريد 88 89 90، يعني نقول لك لما تأسست جريدة المساء بعد تعددية فكانت فيها ميل سياسي، ما كانتش رسائل مفتوحة شكاوي كما نشوفوها الآن، شكوى ضد مير ضد رئيس دائرة ضد والي، لا كانت مفتوحة تعبر عن الرأي العام. تعبر يعني أنت أستاذ رحماني المعدل تاعك هو اللي مسمح لكش تلتحق بمعهد الإعلام؟ المعدل صحيح، المعدل لأنه كان فيه توجيه إجباري، يعني بمجرد أن تكون عندك بكالوريا يعني ضعيفة ما معهد الإعلام ولا معهد العلوم السياسية ما كانش في منطقة السطيف.